واحنا بنعتذر لبعض الناس اللي سمعت تصريحات مش على لساننا، على لسان الضيوف اللي احنا جبناهم والفيديوهات اللي احنا جبناها، لكن الحقيقه احنا كل اللي فات ده هنتجنب خالص، مش هنقول راينا فيه. احنا مش هنتكلم عن التجاوزات دي، احنا هنشوف شخص مختلف تماما يجي هناخد شهادته وهنثق فيها وهندعمها، هو اللي يقول وجهة نظره في كل ما تم عرضه من تصريحات على لسان الغير مش على لساننا، دي معلومة لازم نأكد عليها. فنطلع نشوف الفيديو ده ونشوف الشخص ده بيقول ايه وبيحكم على الإعلام الرياضي من وجهة نظره ازاي اللي فيه تجاوزات. نشوف الفيديو. انه قال انا ما حرية التعبير مصوص عليها في الدستور في مادة 47، لكن حرية التعبير يا استاذ مدحت اوعى تفتكرها حصانة ليك وتستخبى جواها عشان تشتم الناس او تصفي حساباتك مع الناس. ده المحكمه قالت كده مش انا على فكره. الجمهور المتلقي مش عايز يتلقي بذاءات، مش عايز واحد جاي يصفي خصومات لكل اعلامي. الاعلامي يا استاذ مدحت اللي بيحترم نفسه وبيحترم مشاهدينه الناس بتشيله فوق دماغها، انتقدني كما تشاء. انا زي ما على فكره الماده 47 من الدستور قالت كده، الحق وحريه النقد دي مكفوله للناس كلها، لكن في فرق بين النقد وفرق بين الشتيمه. حضرتك النهارده راجل برنامج رياضي، تمام؟ لما تيجي تقول النهارده احمد عيد عبد الملك كان معصبي او شاط الكوره مش عارف فين او أخر. لكن لما تيجي تقول احمد عيد عبد الملك لما اتجوز اصل حصل كذا وكلام عيب انه يتقال في برنامج رياضي او سياسي او اي برنامج، ان تحول برنامجك الى مكان لتصفيه الحسابات. نفس الفيديو ده، نفس الصوت ده، هو بالظبط نفس الصوت في الفيديو اللي قبله اللي كان بيتكلم عن اينو وطارق العشري و و و و، هو اللي كان بيتكلم بالظبط عن اللون والبشره والشكل والراس والجسم والمناخير وكل حاجه، هو اللي كان بيتكلم في فيديوهات تانيه كتير ما جبناهاش عن فكره العرض والزوجه والزوج وده متجوز وده مطلق و و و، هو ده اللي بيتكلم حاليا. بيقول لك ازاي كاعلام رياضي بتجيب الكلام ده، واللي بيحترم بيحترم نفسه. بنعتذر جدا لو جبنا بعض الفيديوهات اللي احنا ممكن نكون مش راضيين عنها، لكن لازم الصوره تتضح للجميع ولازم الناس تشوف الصوره للجميع، عشان لازم ايقاف هذه المهزله بشتى الطرق. الموضوع بقى صعب جدا، انت بتلعب في عقليه وافكار شباب ما ينفعش يتلعب فيهم، وما ينفعش تعزل الجانب الرياضي عن كل جوانب المجتمع المصري. لازم واقفه في حفاظ على قيم المجتمع المصري، لازم واقفه للحفاظ على الاخلاق. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. لازم نكون في وقفه ضد التجاوزات دي بالاخلاق بالقانون عشان نحافظ على القيم وثوابت المجتمع المصري. يا هي احمد قلتها قبل كده في حلقه واعتقد الناس دلوقتي فهمتها، لما قلت عن كابتن محمود الخطيب والمرء بالاخلاق يسمو ذكره افخروا بالنادي الاهلي، افخروا بمجلس ادارتكم المحترم اللي بجد يدعو للفخر، افخروا بشكل النادي الاهلي، افخروا بتاريخ النادي الاهلي، افخروا ان احنا ما كناش كده ولا هنكون كده تحت اي ضغوط، وصوتنا برضو مش هيبقى ضعيف، بس بشكلنا يا جماعه اللي مش هنفرط فيه ابدا.